مرحبا بكم متابعو قناة تاروت موزايك في فيديو جديد. أرجو أن يجدكم وأنتم في أحسن أحوالكم. في بداية أشكركم على التعليقات الجميلة جدا، تعليقاتكم تدخل إلى القلب مباشرة. شكرا لكل من كتب تعليق جميل، شكرا لوضع سوبر ثانكس تشكرات، شكرا المتتبعين الأوفياء الذين كل ما يطلع فيديو يدخلون ويستمعون إليه، شكرا ألف شكر. أما هؤلاء المنتسبين إلى القناة فطبعا هم أهل الدار، أهل البيت، نحن الضيوف. لنرى كيف هذا الشيء وكذا. حسنا، هكذا جيد ما هكذا جيد لا أدري. أوكي، أذكركم بمسابقة القناة للمشتركين في قناة تاروت موزايك، أكثر الذين يضعون لايك، المعلقين، أكثر المعلقين، أكثر منهم اثنان في آخر الشهر، ونمنحهم قراءة خاصة مجانية. أما المنتسبين إلى القناة فهم لديهم قراءات مجانية دورية كل مرة، وهذه القراءات لا تكون عن طريق الفيديو مسجل، وإنما مباشرة، قراءات مباشرة. والأسئلة عن كل ما تكون عندهم أسئلة للتاروت، يضعون أسئلة متى ما شاءوا. يعني عندهم المنتسبين إلى القناة عندهم الكثير من الميزات. إذن ما زلنا مع الأبراج وشهر أكتوبر. ما القادم في شهر أكتوبر للأبراج الهوائية؟ الميزان، حبايبنا، الجوزاء، عيوننا، الدم، أصدقائنا. إذن ما الذي يحمله لكم هذا الشهر يا ترى؟ ونوزع الأوراق طبعا مرة واحدة لكي لا نضيع الوقت فيما بعد. بسم الله، خلط الأوراق. والذي يحمله هذا الشهر لمواليد الأبراج الهوائية؟ بسم الله، أرأيتم مجزئا تكون المقدمة طويلة التي كتبت لي تعليق حدا، قالت لي مقدمة لا يجب أن تكون طويلة، وهذا أنها لا تتابعني، فأنا لا أضع مقدمة طويلة، بالعكس أنا أتعب من الكلام وأحب أن أدخل مباشرة في الموضوع، ولكن أحيانا تكون المقدمة ضرورية مثل ما تلك المقدمة الطويلة التي كانت مع الأبراج الترابية أعتقد. ولكن هذه المقدمة الطويلة سأعيدها في فيديو قادم إن شاء الله، ليره ليس فقط أصحاب الأبراج وإنما كل المتتبعين، لأنه مهم جدا. يا الله، ماذا تقول الملائكة لكم أيضا؟ رسائل الملائكة أيضا أيضا أيضا، وبطاقات الحب ضرورية، وستقول لكم بطاقات الحب أيضا. رأيتم الدلال؟ واو، البيت، هذه الأشياء التي لا نحتاج إليها الآن. أعيده ونترك لنا مكانا متسعا، نترك لنا متسعا. إذن نبعد الأبراج لنبدأ مع أول برج وحبيبنا برج الميزان. كل عام وأنت بألف خير، هذا شهرك وعيد ميلادك، فأكيد شهر أكتوبر سيكون، كيف نسمي هذه المحسوبيات، سيكون
سيعطيك أنت بالذات الكثير من البركات والكثير من الأشياء الجميلة والهدايا، لأنه شهرك، أليس كذلك لنرى؟ هذا أعتقد دائما شهرك يعطيك أشياء هكذا، يعطيك أشياء لا يعطيها لغيرك. لنرى إذا كان ذلك الصحيح مع كل شيء. بسم الله. أوه ماي جاد، أنت الميزان، وأول ورقة طلعت لنا هي الميزان. ما هذا؟ يا هذا؟ لا، تريد أن تقول لي يعني قضيتك ومعلوماتك خاطئة؟ لا 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 لا، هذه ليست معلومة أولا، يعني الميكا ليست معلومة، وإنما هي أشياء مجربة، مجربات، ولكن بطاقات. تريد أن تقول لك شيئا؟ تريد لك أن تقول شيئا؟ نعم نعم واو 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 واو. وليس من وليس من يعني صدفة أن تخرج لك أول بطاقة هي الجاستس. هناك مشكل في العائلة يا برج الميزان، في العائلة أو خلاف مع شخص قريب منك، هناك خلاف والشخص الآخر هو السبب في هذا الخلاف. هذا يخاصمك الشخص، هناك شخص ما دخل في خصام معك، خاصمك وهو السبب في خصام، وأنت هذا الشخص تحبه جدا جدا جدا، ولكن أعطه الوقت، أعطه الوقت وسيرجع إليك، وتعود المياه إلى مجاريها، تعود كما كنتم في السابق. لماذا؟ لماذا أقول هذا؟ لأن ورقة العدالة يا عزيزي، هناك هذا الشخص ما في العائلة أو شخص واحد في العائلة قد تخاصمت معه وهو السبب، ولكن حقك سيرجع لك. إذا كان هناك شخص من عائلة ولا شخص عزيز عليك وهناك اختلاف، هذا الشخص سيرجع إليك ويعتذر وتعود المياه إلى مجاريها. البعض الآخر الذين عندهم خصامات مع أشخاص أو أذى كبير جدا لحقك من شخص ما أو ظلم طالك من هذا الشخص، العدالة الإلهية، العدالة الإلهية، ها هو العدالة تمسك السيف. وقفة الله بالميزان، الميزان، ميزان والسيف، يعني الأشخاص الذين ظلموك، ها، خارج عن موضوع العائلة، هذه هو شخص عزيز عليك، تخاصمتم خصام عادي، أنا أتكلم عن الأشخاص الذين ظلموك وأذوك أذية كبرى، ستكون العدالة وانهيار، سيأخذ هذا الشخص جزاءه، أو هؤلاء الأشخاص سيأخذون جزاءهم. هناك عروض عمل في المستقبل القريب للذين يبحثون عن عمل، وتقول لك تتوسط البطاقة هي كأس أو الكؤوس، بآيس، آيس أوف كابس. مهما كانت ظروفك صعبة ومهما كانت الأمور تبدو قاتمة، لكن الفرج تحمله الأيام القادمة إن شاء الله، لم أقصد السجع. مهما كانت الأشياء قاتمة، الفرج تحمله الأيام القادمة. جميل، موسيقى، موسيقى جميلة فعلا تتضح هنا في العاطفة، أن شخص من البعض منكم هناك خلافات مع شخص، مع الحبيب أو الزوج أو شريك عاطفي، هذا الشريك العاطفي قد خانك وغدرك بعدما أحببته، يعني كنت تحبه جدا وما زلت حتى بعد خيانته ما زلت تحبه جدا، ربما انقلب الحب الآن إلى عتاب، ولماذا يفعل هذا وغير ذلك، ولكن سيأخذ هذا الذي طعنك وسرقك البعض، حتى أموالك سرقها، سرق أموالك، حتى أنه سرق حياتك، سرق أوقاتك، سيأخذ جزاءه، والضربة ستكون قاضية، قاضية جدا. وأنت عندك العوض للذين هم منفصلين، هذا الشخص غدرك وذهب وتركك، هناك عوض إلهي، فلا داعي للبكاء والانتظار أنك تنتظره وتبكي عليه، هناك عوض إلهي بحياة سعيدة، ها هي عوض هنا بالأموال، إذا كان سرق أموالك، وبحياة زوجية سعيدة، بحياة عاطفية سعيدة. أوكي،
هناك العوض للذين هم منفصلين، أو للذين هم طعن كذاك الشخص وهرب، أيضا هناك عوض. لا تنتظر هذا الشخص أن يرجع، دائما أقول لكم لا تنتظروا الخائن ولا تسمحوا للخائن أو الذي غادر بك أن يرجع إليك أو الذي سرقك أن يأتي إليك، حذاري. أنت شخص محب للآخرين، تحبهم بنية صافية وينتابك الحزن عندما يؤذيك الناس حتى لو بالكلمة لأنك محب كبير، فلا تحزن، أنت قيمة كبيرة، وأي شخص خسرك خسرك فعلا، أنت الرابح. لأن رابح لماذا؟ لأن الإساءة لا تأتي منك، لهذا أنت الفائز. وكل الذين أساءوا إليك يعودون إليك ويعتذرون منك لأنك قيمة، وخسارتك خسارة كبيرة. فلذلك الذي كانت هناك بينهما مناوشات عادية سيرجع ويعتذر وقبل العذار اعتذار عادي، أما الذي يغدرك ويخونك ويهرب ويجعل حياتك دمار ويسرق أموالك حتى ولو عاد، لا تفتح له الباب. هناك أشخاص في انفصال، وليس هناك خيانة وليس هناك غدر، هناك الرجوع. والبعض قلت لكم ليس هناك رجوع، لأن الرجوع ليس مش ليس هناك رجوع، كيف أصوغها لكم؟ الرجوع ليس في صالحك، يرجع ويعتذر ولكن الرجوع ليس في صالحك، لا تنتظره من الآن، من الآن لا تنتظر، لأنه شخص لا يستحق. أوكي. أما للعزاب فهناك حب في الطريق، شخص طيب يبتبني معه حياة عائلة سعيدة، انظروا. وحتى للعزاب كانت حياتهم يعني صعبة جدا، وخرجوا من علاقة عاطفية بعد خصام كبير وخسارات كبيرة وآلام كبيرة، هناك العوض. أوكي. الذين خسروا أموالهم هناك العوض، والذين يبحثون عن العمل العام القادم لأن الأوراق كلها جيدة، حتى العمل الذي تحتاجونه عروض العمل ستأتي. برج الميزان، صحيا عليك أن تهتم بصحتك، خاصة آلام العظام، آلام الظهر والعيون. أوكي. فيجب أن تراجع الطبيب. آلام العظام تعرف أسبابها، وآلام العيون، تعب العيون تعرف أسبابها. أوكي. هذا الشهر شهرك والسعادة تتربع لك فيه، صدقني كل شيء سيكون كما تشاء، والخير والبركة في هذا الشهر، استبشر وتفاءل خيرا، حتى وإن كانت هذه الأوراق، هذه اللي تراها هذه أوراق في السابق، لكن دخول أكتوبر عليك دخول سعيد. العيون تتبعك لأنك جميل شكلا وهداما ومهتم بنفسك، تتبعك العيون، عيون المحبين كما عيون الحاسدين والغيورين، فحصن نفسك. أوكي. البرج قلنا برج الميزان، برج الحوت، فقط برج الميزان وبرج الحوت، ربما عندك خصام مع هؤلاء الأبراج، ها؟ ولكن هؤلاء الأبراج الخصام سينتهي، ستكون هناك صلح، ستكون هناك صلح، والمياه تعود إلى مجاريها. الطاقات، عندنا الطاقات الهوائية، النارية، المائية، الترابية، كل الطاقات موجودة. أرى هنا أيضا شيء ما أريد أن أقوله، أرى هنا شخص ما، شخصان، شخص يعني كان يحب من موالد برج الميزان، كان تحب شخص ما، وهذا تحبه من عندك فترة، ولكن ربما العائلة وقفت لكم بالمرصاد، أو أشخاص ما قالوا لك هذا الشخص غير مناسب، وأنت دخلت معهم في حرب، وستنتصر وستكون لك علاقة مع هذا الشخص الذي حاربت لأجله، وهذا سيكون حياة سعيدة معه، يعني سيكون شخص مناسب لك. لنرى ماذا تقول لك الملائكة.
تقول لك نحن مساعدك، نحن نساعدك، كل شيء تفعله أو تفكر فيه نحن نساعدك عليه، فقط انتظر النتائج وكن إيجابي، انتظر النتائج وكن إيجابي، والكارما تتحقق للذين ظلموك. نرى ما تقول بطاقة الحب، تقول لك ظل إيجابي حول حياتك العاطفية، لا تفكر بالسلبي وتقول أنك خسرت شخص ما مثلا غير مناسب، معناه خلاص لن أتعرف على شخص مناسب أبدا أبدا أبدا. ظل إيجابي فيما يتعلق بحياتك العاطفية، الأفكار حول حياتك العاطفية، الأفكار إيجابية تقول، والإيمان يجلب لك العلاقة العاطفية التي تتمناها والتي تنتظرها، وهي ستكون علاقة رومانسية فيها الحب الكبير والشغف الكبير. أوكي، أتمنى لكم يا مواليد برج الميزان كل الحب في هذا الشهر، وتحقق كل أمنياتك إن شاء الله، وتنال كل بركات هذا الشهر. ونذهب إلى برج الجوزاء. مرحبا بكم أحبائي مواليد برج الجوزاء، ماذا يحمل لكم هذا الشهر يا ترى؟ نتمنى الخير ونبدأ على بركة الله. بسم الله يا عيني. أوه، عندك شخص من برج الثور، يا تحبه يا أنت تحبه يا هو يحبك، وعندكم خصام مع بعض، وهو يلومك ويرفع يده ويقول لك فعلت لي وفعلت لي. انظر انه يرفع يده ويقول لك شت، يقول لك كلمة، انا اتكلم، انا اتكلم اليوم. هذا الشخص يحبك جدا ويريد ان يتصالح معك، ويحمل لك عتبا كبيرا، يحمل لك العتب، ولا يعاتبك الا الذي يحبك، كما يقولون العتب على قد المحبة، اليس كذلك؟ أليس هذا يقولونه فعلا، أم أني أهذي؟ عندك شخصين لبعض، مش نعطيكم كل القراءات، لبعض منكم هناك شخصين، أنت تفكر في شخصين، هذا الشخصين تراهما مناسبين، ولا تعرف أيهما تختار، تختار هذا أم هذا، هل تسمح له هذا بالمشي يتقدم لك أم هذا؟ أوكي، للبعض. البعض عندك خصام مع شخص يحبك جدا، ربما أنت كانت الذي كنت قلت له كلاما جارحا، وهذا كلام ليس صحيح، قلت له كلام وهذا كلام ليس صحيح، أنت قلته فقط، أنت أصلا لم تكن لتعنيه، ولكن هذا الشخص يحبك وينتظر منك خطوة، ينتظر منك خطوة، وينتظر حتى أن تمنحه فرصة أن يقدم هو الخطوة أحيانا، يعني المهم أنه يتصالح معك، the world الحب كله، وهذا الشخص تتصالح معه. أوكي، وهناك أيضا للذين هم في علاقة ولم تترسم هذه العلاقة، هناك زواج، هناك ترسيم للعلاقة. أوكي، حالك متقلب يا برج الجوزاء، تشعر بالأرق، تنام الليل تفكر وتفكر وتفكر، ونحن نعرف أن برج الجوزاء يعني يفكر كثيرا وعقله نشيط، عليك أن تهدئ بالك، the hierophant على يمينك، the word على يسارك، فالخير كله محاط بالنعمة الإلهية، محاط بالرعاية الإلهية، لأن الكاهن هو وجه كيف نسمي، وجه إلهي، نعم ممكن، لأنه يعني صورة إلهية، إيماج، صورة للحب الإلهي أو للحضور العقائدي ربما الروحاني في حياتك. أوكي، وهي أيضا عندها قراءة أخرى، هذه أنك أنت صح، أنت ربما معمي عينيك بالماديات، معمي عينيك بالماديات، تعمي عينيك بالماديات، وأنت لا تعلم بأنك أنت شخص روحاني كبير، ولكن تخدع عينيك الماديات والبهرجة الخارجية
والسطحية والشكليات، ولكن أنت في عمق أعماقك شخص روحاني جدا، وروحانيتك هذه تأخذك إلى النجاح في كل شيء تفعله، لأنك روحك قوية جدا. لو تعلم قيمة هذا الشيء وقوة روحك ستعلم بأن أي شيء تضع فيه يدك تنجح فيه، لأنه عندك قوة روحية. كم قراءة أعطيتك؟ خذ بعين الاعتبار كل هذه القراءات، مش واحدة، يعني أنا لم أقل لك هذا أو هذا أو هذا، كلها صحيحة، كلها صحيحة. حتى وإن بدت لك مياه معكرة، مياهك الداخلية معكرة، زعلان، غضبان من شخص ما، حتى هذه المياه المعكرة قلت لك من الناحية العاطفية، البعض منكم كان هناك عنده سحر التفرقة لأن مياهك الداخلية معكرة. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنك شخص روحاني، وعندما تتعكر مياهك الداخلية، رأيتم عندما تملؤون الماء في كوب ويكون فيه تراب، تكون معكر، يكون معكر ولونه ليس صافي، فتتركه وقت حتى ترسو تلك الترسبات ليظهر الماء صافي. هذا نفس الشيء، أنت داخلك روحاني ولكن مياهك معكرة بماذا؟ بالغضب، بالزعل، وبالأشياء أيضا. البعض منكم في عنده سحر، البعض منكم عنده سحر التفرقة، فلهذا داخلك محتاج أن يرسو، أنت محتاج أن ترسو تلك المياه الداخلية لتصفى وتنظر بصفاء وتنظر الأشياء على حقيقتها. كيف ذلك؟ بالروحانيات، بأن تلتفت إلى روحك، قوة روحك لتدفع بها السحر، التحصين أولا وأخيرا. التحصين تدفع بالتحصين أي شيء، أي أذى يمسك، وبهذه الروحانية وقوتك الروحية تشفي نفسك حتى من الأسحار. والله ليس كلام وإنما حقيقة. إذا كنت افترقت عن زوجك فكان هناك سحر التفرقة بينك وبين شريكك. والبعض منكم لم يكن هناك سحر وإنما أطراف أخرى، هناك أطراف أخرى دخلت وتدخلت في هذه العلاقة. للذين هم متزوجين هناك خلاف مع الزوج بسبب هذه الأطراف الخارجية، والذين هم مفترقين افترقوا بسبب هذه الأطراف الخارجية. فاغلقوا الباب خلف هؤلاء الذين يريدون التدخل في حياتك الزوجية والعاطفية. عندما تخرج الآخرون من حياتك ستكون علاقتكم بخير. البعض من الجوزائيين يشعرون بالوحدة ويخافون كثيرا من الوحدة، وهذا الخوف من الوحدة يجعلك تدخل للذين هم غير متزوجين مرتبطين، تدخل في علاقات عاطفية وحتى أحيانا صداقة لكي لا تبقى وحيد، وهذا لا أنصحك به. لا تدخل أبدا في علاقة سواء عاطفية أو صداقة فقط لأنك وحيد، لأنه كل هذه العلاقات ستكون ألم، ستكون ألم في المستقبل إذا دخلت هذه العلاقات فقط لخوف من الوحدة. ستلتقي مع النرجسيين، ستلتقي مع السلبيين والسامين، فهمت؟ لأننا نحن لا ندخل في العلاقات بهذا الشكل، لا صداقات ولا علاقات عاطفية. هذاري خرجت لك 3 بطاقات يا برج الجوزاء روحانية، عدنا الكاهن وعدنا الهيرميت الناسك وعدنا الكاهنة. ثم الكاهن والكاهنة مع بعض، ماذا تريد؟ الكاهن والكاهنة مع بعض، تخيل، هذه عندها معنيين. المعنى الأول أنك شخص روحاني، أكدت البطاقة أكدت لك بطاقة بأنك شخص روحاني، يجب أن تلتفت لحياتك الروحانية. المعنى الثاني تقول لك أن الحل لديك في هذه الأشياء التي تمر بها أيا كانت بالروحانيات وبالتحصين الروحانيات، ليس بالتدين
وإنما بأن تلتفت إلى روحك القوية وتقويها وتقوي هالتك. يعني إذا لم تكن لديك أي معلومة حول هذا الشيء الذي أقوله لك، فاستعلم وتعلم وتطور نفسك وقوي نفسك. هيرميت يدعوك لأن تعالج نفسك، لأنك مجروح، عالج نفسك. وإذا كنت خرجت من علاقة عاطفية لا تدخل علاقة عاطفية حتى تعالج نفسك. تقول لك الإمبراطور أيضا هو يتوسط اللوحة، الإمبراطور، فأنت قوي جدا وذكي وقائد وكل شيء يتبعك، فقط تقول كلام كل شيء يتبعك وحتى الأحداث تتبعك. إذا انتبهت إلى قوتك الروحية تجعل حتى الأحداث تحدث كما تشاء، مثلما الإمبراطور يغير الأحداث ويأمر لكي تحدث أشياء وتتوقف أشياء عن الحدوث، أنت أيضا لديك هذه القوة، قوتك الروحية. للذين يبحثون عن عمل هناك عمل، وهناك أيضا أموال ستدخل إليك. عندنا 9 نقود: الاكتمال، الغنى، الوفرة، السعادة المادية ستأتي. وعدنا أيضا هاي بريستس تقول لك ستأتي سعادة، عندك سعادة وفرح في العائلة، ستفرح بالعائلة، ربما هناك مناسبة سعيدة أو شيء ما. وحتى الأموال ستأخذ، تصرف مع هذه الأموال بحكمة، تقول لك هاي بريستس تصرف مع الأموال التي ستأتيك بحكمة، وتخلص من الأشخاص الانتهازيين والاستغلاليين الذين سيدخلون معك في علاقات فقط لأنه عندك أموال. حسنا، وحتى الأشخاص الذين أنت معهم الآن في خصام تقول لك استعمل حكمتك الداخلية، الحكمة وليس العصبية وليس المزاجية يا عزيزي برج الجوزاء، وإنما بالحكمة. بالحكمة تحل كل مشاكلك، يعني كل القصة تدور حول الحكمة والقوة الروحانية. قلنا 3 بطاقات ماجور، يعني بطاقة أركان العظمى، 3 بطاقات أركان العظمى، فقط لتقول لك انتبه إلى قوتك الروحية. وهي هناك أيضا بطاقات أركان العظمى في العالم وفي الإمبراطور، يعني بطاقات كبيرة جدا 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 وقوية، حياتك كلها جيدة وهذا الشهر سيكون جيد. فقد تخلى عن المزاجية مثل ما قلت لك والعصبية والغضب من الآخرين، وتعامل معهم بحكمة، فهناك أشخاص يحبونك يريدون أن يتصالحوا معك، يجب أن تعطيهم فرصة، وربما حتى أنت تقوم بهذه الخطوة. الأبراج عندنا برج الثور، برج الحمل، برج العذراء. ربما هؤلاء الأبراج هم الذين عندك خصام معهم، وربما هؤلاء سيؤثرون في هذا الشهر، سيؤثرون في حياتك في هذا الشهر. أوكي، الطاقات عندنا الطاقات الهوائية، الترابية، المائية، والنارية مع برج الحمل. أوكي، لنرى ماذا ستقول لك الملائكة. attention à vos pensées، تقول لك حذاري من أفكارك، تقول لك تفكر فيما تريد أن تحققه ولا تتفكر ولا تفكر في مخاوفك. أنت عندك مخاوف، قلت لك عندك مخاوف من الوحدة، فلا تفكر في مخاوفك. أنت لا تنام الليل وأنت تفكر في مخاوفك، ربما أنت لا تنام الليل وأنت تخاف من الوحدة، تقول كيف أفعل وما أفعل، لماذا أبقى وحيد، لا أريد أبقى وحيد. فتقول لك الملائكة لا تفكر في مخاوفك، فكر فيما تريد أن تحققه. مثلا أنت تخاف من الوحدة، تريد أن تجذب الشريك العاطفي المناسب، ركز على الشريك العاطفي المناسب الذي تريده، على صفاته. تخيل وأنه معك، تخيل وأنه تعاشان معا، إلى ماذا ستفعلان معا، إلى أين ستذهبان معا، هكذا. قوة الخيال، الخيال مع السعادة، التخيل مع السعادة، مع السعادة، نعم، مع مشاعر إيجابية، هو الذي يجذب لك ما تريد. وتقول لك بطاقة الحب you deserve love، تقول لك أنت تستحق الحب وأنت محبوب، أنت تستحق الحب وأنت محبوب. إذا كنت تشعر بأنك غير محبوب فأنت محبوب، تقول لك أنت تستحق الحب أيضا.
حسنا أحبائي مواليد برج الجوزاء، أتمنى لكم كل الحب وأن تحققوا أمانيكم وأحلامكم في هذا الشهر. ونذهب معا إلى برج الدلو. مرحبا بكم أحبائي أصدقائي مواليد برج الدلو، ما الذي يحمل لك يا ترى هذا الشهر؟ نتمأمل خيرا ونبدأ على بركة الله. لا لا لماذا؟ بيصخ بيصخ ولا لا بيصخ. او ماي جاد حبيبي برج الدلو، ماي جاد لقد كنت بعض منكم هنا قراءة عامة، كنت في علاقة مع شخص نرجسي وكان خائن، عدنا ملكتين علاقة ثلاثية. لقد خرجت من علاقة مع نرجسي، انفصال مع شخص نرجسي. ولقد فقدت الكثير من الأموال وأنت في هذه الحرب مع النرجسي. لا بأس، الله يعوضك. يعوضك ويعوض عليك ما خسرته. لقد انفصلت عن الشيطان، الشخص النرجسي. هناك مثل لدينا يقول اخسر وفارق، اخسر وفارق، يعني الشخص السام والسلبي اخسر عليه الأموال في سبيل أن تفارقه، فهنيئا لك. والذي كانت خسارته مادية فعليه أن يفرح، لأن المادية تعوض، تأتي وتذهب. أهم مكسب هو أنك أخرجت السام من حياتك. علاقة ثنائية، شخص سام هنا، سام وغدر. تلقيت غدر 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 من شخص ما، وهذا الشخص سرق أموالك. نعم، والذين فصلوا عن هذا الشخص فهنيئا لكم، والذين يحاولون أن يتخلصوا من هذا الشخص ستتخلص. لقد حملت فوق ما طاقتك، لقد حملت فوق طاقتك، يعني وأنت تنتظر الفرج. تتوسط اللوحة مالكة السيوف. ماذا تريد أن تقول مالكة السيوف؟ تقول لك يا عزيزي، تقول لك ملكة السيوف أن تكون قوي وتأخذ حقك بيدك. هذا الأشخاص الذين لم يفترقوا عن هذا الشخص النرجسي والذين هم ما زالوا معه، تقول لك البطاقات، الحل هو أنك تكون معه قوي وتأخذ حقك، وحتى لو كان باللسان، حتى لو كان باللسان قل حقك وخذ حقك، حتى لو كان باللسان، ولا تصمت على حقوقك. هكذا سيحصل الفرج. الحمد لله، هناك فرج، هنا فرج. لا تخف، نهاية سعيدة. تمر بذائقة مادية ولكن الفرج قريب. البعض منكم عنده البانيك اتاك، نوبات الهلع، وهذه فقط حدثت له مؤخرا، لأن صارت عندك مؤخرا نتيجة الضغوطات الكبيرة التي مررت بها. يجب أن تتعالج منها، حاول أن تتعافى، لأنها تنغص عليك حياتك وتؤلمك كثيرا. تستيقظ صباحا مفزوعا وبنبضات قوية في القلب. لا تقلق، كل شيء بخير. مناعتك ضعيفة يا عزيزي برج الدلو، هي مناعتك ضعيفة بالمجمل، ولكن هذه الفترة مع تقلب الفصول وتغير الطقس اهتم بنفسك أكثر لكي لا تتوعك صحيا. هناك من لديه ترقية في العمل، وللعزاب هناك في حياتك سيأتي شخص طيب. انظر، شخص طيب 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 طيب
هو شخص طيب ليس لذلك الذي تشعر معه بالشغف، لا تشعر معه بذلك الشغف، حذاري لا تجعل ذلك الشغف في عمي عينك، لأنه حتى العلاقات مع النرجسيين فيها الشغف. أول ما ترى ذلك النرجسي تشعر بالشغف من تمثيله وكذبه وليس من حقيقة، ليس من حقيقة. فهذا الشخص ستجده طيب، ربما حتى بسيط، لا تشعر معه ربما بالشغف القوي، ولكنه شخص مناسب جدا لك، ويحبك ويرعاك ويرعى قلبك ولا يخونك، يرعاك ويرعى قلبك ويصونك. وهذه الأزمة المادية ستخرج منها، والله سيعوضك، سيعوضك ماديا، وستلحق الكارما. هذا الشخص النرجسي الذي أذاك وسرق أموالك سيصيبه الفقر، هو سيصيبه الفقر. الله يعوض عليك أنت وهو يصيبه الفقر. والفقر ماذا؟ يعني حذر فذر، الفقر مادي والعاطفي، فهمت؟ فهمتني؟ وحتى الأمراض، وحتى الأمراض، لأنه بطاقة الأوراق الترابية عندها علاقة حتى بالصحة النفس الجسدية. وهنا الأربعة يعني فقد، فقد في الأموال، فقد في الموارد، فقد في الصحة أيضا. فالكارما ستكون قوية جدا جدا على هذا الشخص، على كل المستويات، على كل المستويات. ويصير مثل هذا الشخص، هو يكون شاب وتراه فجأة أصبح عجوز، أصبح كبير في السن وطاعن في السن نتيجة للأمراض التي يمر بها. okay. حتى وإن كنت الآن تمر بأشياء صعبة جدا، كل شيء سيكون بخير والنتيجة سعيدة، الحمد لله. البطاقات تبشرك، البطاقات تقول لك ما تعيشه الآن وكيف ستكون الأمور عليها فيما بعد، وتعطيك الحلول كيف تتعامل مع الأشخاص الذين يستغلونك والذين يؤذوك. تقول لك بالقوة، وأن تقول يعني حتى ولو كان ماذا، خذ حقك باليد، خذ حقك باللسان، باللسان تكون قوي في كلمتك، قوي مثل ملكة السيوف، تقول كلمتها ولا تخف، لا تخف من أحد. حسنا، عدنا برج الجدي، برج الجوزاء، برج القوس، هذه هو الأبراج. ربما هذه الأبراج، ربما البعض منها، هذه الأبراج التي لديك مشاكل معها، والبعض منها هذه الأبراج هي التي ستدخل حياتك وتؤثر فيك إثارة، تؤثر فيك تأثيرا إيجابيا. وتقول لك البطاقة كور غريزور، أنت بحاجة للتشافي، أنت بحاجة للتشافي يا عزيزي، قلب الشافي، أنت بحاجة للتشافي، هذه قلتها لك. ولكن أكثر من ذلك، أنت بحد ذاتك شخص شافي، كما تقول بطاقة، أنت شخص شافي. تقول لك عندك قدرة كبيرة جدا لتشفي الآخرين، ربما حتى أنك تعلم هذا الشيء. تقول لك أكمل عملك الرائع، أنت شافي، طاقتك شافية، ربما عندك موهبة الشفاء، ربما موهبة الشفاء هبة من عند الله سبحانه وتعالى. باللمس يمكنك أن تشفي، بالكلام يمكنك أن تشفي، وحتى بمجرد حضورك طاقتك تشفي، عندك هذه الهبة وأنت تعلم بذلك، لأنها تقول لك بطاقة أكمل عملك الجيد، يعني أنت تعلم هذا وأنت تقوم بعمل جيد. تقول لك أكمل، كيف تكمل ذلك؟ بأن تتعلم أكثر عن هذه الهبة التي لديك، وكيف تطورها، وكيف تستعملها. ولكن قبل ذاك وذاك، قبل هذا وذاك، أنت تشفي نفسك، أنت تشفي نفسك لتقدم الآخرين طاقة بيور، نقية، طاقة نقية ما فيهاش أي شيء سلبي. بطاقات الحب ماذا ستقول؟ True love, this is the romance of a lifetime. True love. للذين هم في علاقة، هذا علاقة ليس مع نرجسي، هذا حبك الحقيقي. للذين هم في ينتظرون مثلا حب، سيأتي هذا الحب الذي قلت لك،
هذا الحب تقول لك هو الحب الحقيقي، لا تبحث عنه. تفرج كثير في المسلسلات التركية صح؟ لا تتفرج كثير المسلسلات التركية، لا تصدق، هذا مجرد تمثيل وكلام. سيأتيك شخص ستبدو بسيطا بسيطا ولكن هيرو في حياتك، هذا بطل حياتك. حب الحقيقي هو الذي يقدم لك الحب الحقيقي، بعيدا عن كذب والتملق مثل النرجسيين الذين يأتونك بالحب الكبير والشغف الكبير وهم يريدون طعنك فقط. فلا تكن ساذجا أرجوك، وغربل الأشخاص من حولك لتعرف من هو الشخص الذي يجب أن تطرده من حياتك، وهو يحمل لك الورود فيها الشوك. تطرده من حياتك، ومن هو هذا الذي تستقبله في حياتك، لأنه عنده القلب ثمين، قلب ثمين، وليس الثياب ثمينة، وليس الأشياء التي يملكها ثمينة، هو القلب عنده ثمين. حسنا، هل فهمتني؟ فهمتني، هل قلنا كل شيء؟ الطاقات، أعتقد لما أقول الطاقات، ستنا الطاقات الهوائية الترابية النارية والمائية، كل الطاقات موجودة. وهل قلنا كل شيء؟ نعم، الآن قلنا كل شيء. والله وجعني قلبي، وجعني قلبي عليك يا برج الدلو، ولكن الحمد لله، الحمد لله، النتيجة سعيدة، النتيجة سعيدة. فلا تحزن، فلا تحزن، وترقب العوض الإلهي، ولكن أنت لن تتلقى العوض الإلهي حتى تشفي نفسك، لكي تكون طاقة سالكة يدخل لك البركة. أوكي؟ وهذا الذي أذاك، قلت لك الكارما، ستصيبه الكارما، لا تقلق. أتمنى لك كل الخير وكل الحب وكل البركات الموجودة ليست في هذا الشهر، في كل الشهور. ونلتقي نحن في فيديو آخر. دمت في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.